في سؤال عن التربية بس ما أسأله عن كذا. تفضل. وهو عندنا في المدرسة الآن إحنا نقول للأولاد قصص مجرد خيالية ولكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون يعني وقد تكون دينية فائدة، فهل يجوز ذلك؟ قد وعن ما أقول قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية ويتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية فهذا لا يجوز، لما فيه من الكذب ومن تمرين وتعويد الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين من ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال. فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبرة. هذا تماما، بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي، إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة. فقد يورده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك، ولكن لا بد له أن يتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون بأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف روي، وكما يقول بعضهم أنه من الممكن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ما ورد إلينا بطريق صحيح. أما في السؤال فالقصة مختلقة ومبتدعة فتلقى على الطلاب وهي معروف وضعها. أهلا مرحبا. فلا بد من بيان ولو أنه بطريق الإيحاء، يعني الطالب حينما تلقى عليه تلك القصة ينبغي أن يشعر بأن هذه القصة مقصود فيها العبرة وليس مقصود بها إخبار أنها وقعت. هذا ما أراه في هذه المسألة. تفضل. ما شاء الله بارك الله فيك.